سلام، رجعتكم اليوم فيديو جديد. في الفيديو جبت لكم الاسعار تاع شاشات 240 هرتز في الجزائر. قبل ما نشوفوا الشاشات هادو والاسعار تاعهم وكاع المواصفات تاعهم، ما تنساوش تشتركوا في قناة دام مشتركين، ديروا جيم الفيديو، بارطاجوه مع صحابكم اذا حبيتوا. وثاني قبل ما نبداو حاب نقول لكم ندير لكم البارح درت بعت البارح فيديو على اسعار شاشات 144 فريم تاع 144 هرتز، يخرج لكم فيديو من الفوق. وداني دير فيديو من قبل على افضل خمس شاشات العاب لسنة 2020 كامل، ماشي غير في العالم كاع. درت لكم ندير لكم فيديو عليهم ثاني تقريبا يخرج لكم، وهذا ما هو يبدا. مع الاول نشوفو نوريكم بعض الشاشات اللي جبتهم لكم في هذا الفيديو، التصاور تاعهم. كيما الشاشه اللي من بانك، الشاشة بزاف مشهورة. هذو كنا نشوفو البري تاعها، قلت لكم تصويرها برك هاك تشوفوها. هاي ليك جاية هنايا، ستيل تاعها جاي، شكل تاعها جاي نورمال، ماشي حاجة ما فيهاش لاد ولا، جاي نورمال سامبل. وهذه هي من الازوس، راهو كاتب هنا 60 هرتز، قصدو على اللعبة. الشاشة هذي 240 هرتز، تمشي لك حتى 240 فريم. هاي لك هذه من ازوس رونغ، فيها ضو منه. و ما لقيتش الصويره تاعها من اللور، كان تشوفوها من اللور تلقاو ثاني فيها لاد وحده اخر من اللور. نورمالمون الالوان تاعها من اللور اللي تبدلو ولا لا، لو قدام نورمال. هذه هي دروك نروحو نشوفو لي بري تاعها. نبداو بليكرو الاولى اللي هي من بانك زوي اكس ال 2540 240 هرتز. هاي ليك فيها 25 بوس. مواصفات اللي فيها دوك نقرا لكم غير المواصفات المهمه. 1920 في 1080 في الاتش دي، ماشي دوكا. وحاجه اخرى هذه هي دوك العفايس تاع الالوان، وهذوك كل يقراو كيفاه. سما كنت نشرحهم لكم هكا برك ما تفهمونيش، لازم تشوف تتبع بزاف باش تفهم الفرق تاع الالوان. هذوك لازم لهم فيديو وحدهم وكان نبدا نشرح لكم. هاي ليك خاطر كاين بزاف تكنولوجيا تاع الوان وشاشات، ماشي كامل كيف كيف. ممكن وحده تلقى 140 هرتز رخيصه، وحده غاليه، ماشي كيف كيف. تختلف جو الالوان، جودة تاعهم، واش تقدر دير كامل فلاش الشاشه، بزاف فايز بزاف. هذوك نسي نجي نشرح لكم دركا، تلف لكم كامل، لازم هذوك تشوفوهم فيديو وحدكم. لازم لهم هذا فيديو واحد اخر، ماشي شغل فيديو وحده. هاي لك هذه من البنك زوي 24 بوس، فيها ثاني بس الموديل تاع هذا اكس ال 2540 240 هرتز. هذه دير 9850 1920 في 1080 في الاتش دي، ماشي دوكا. هنا هذو المواصفات المهمين اللي الناس كامل تشوفهم، بصح حاجه كاين واحد اخرين مهمين على هادو الناس معمره ماشي مركزين عليهم، تاع جوده النوع الشاشه، نوع الاخر، نوع بزاف فايز. هاي لا ولا اي بي اس ولا بزاف فايز بزاف. هاي ليك هادي من الازوس روغ سويفت بي جي 258 كو، 24.5 بوس و 240 هرتز، دير 9500 دوكا ولا ماشي دوكا، والله ما واش كان. هادو هما مو قاعد يدعمو جي 5 و فري 5 تاع الاخر، ما واش كان بيتا دوكا. هاي هذه من زوي بانك، هذه في 25 بوس اكس ال 2546 الموديل تاعها. هاد العفايس اللي يجو منا في كيما هادي صون، نشوفو التصويرة الأولى نفهم. هاد العفايس اللي هم جايين هنايا، هادو خارجين منا ومنا، هادو غير هاد اللي يقراو فيهم على الفايتنس شنو هي، شغل تبقى مركز مع الآخر ولا مهم نسيت. شغل دايرين هما كدا، تقدر تنحيهم، دايرين هما كشغل باش تبقى مركز هكا مع الآخر، ما تجيكش حاجة تجينيك ولا في الوسم، ما ضربش الضوء ممكن في الآخر، ما فهمتش. هاونيك هادو دير 10 ملايين و 290 دوكا ولا ماشي دوكا، هادي لا ماشي دوكا. هادي
لون تحقق هذه كما شفنا مع التصويره الاولى هذه هي، وتقدر تطلعهم تصغرهم لاخو كل واحد كيفاه واش يناسب. هذه درت 9590 240 هرتز ماشي دوكا 1920 1800 كاين لي زيكرو كيما هذو حتى الكات كاب صح غاليين. هاي لك هذه فل اتش دي 240 هرتز تقريبا مواصف اللي نشوف فيهم كامل كيف كيف، كامل 24 بوس 25 بوس 24.5 بوس ما كاش فرق كبير بيناتهم، وهذيك الفورما تاعهم كيف كيف 16 ساعه ولا كيف. هاي لك هذه اكس ال 2540 الموديل بعد اخر شفنا نفسه. وثاني كيما ما نقول لكم دايم فيديوهات لي بري يختلفوا من بلاصه بلاصه ماشي كيف كيف، وشوفوا فيديو ثاني ندير لكم قبل تاع اسعار تاع بلاي 5 ولا اخر ندير لكم فيديو تشوفوا نحطهم لكم يكونوا جاكم فيديو تكونوا تفرجوا. هاي لك هذه 1920 في 1080 بيكسل ماشي اتش دي ماشي دوكا 240 هرتز وحاجه اخرى هذا انا المواصف هذوما كيف كيف. البري تاعها 1290 هذه نفسها هذيك اللي شفناها باينه احنا يكونوا نفس المواصف. هذيك هذه اكس جي 248 كيو هات ثاني ملي يكون الملاح بزاف مشهورة ثاني معمرة يشروهم 240 هرتز واحدة ماس ستريكس موديل هذا من روك ستريكس كما قلت لكم هاولي كيو اسمو 24 بوس هايوري شحال من بوس افيشابل 1920 في 1080 ماشي دوكا 240 هرتز و ثاني 104 كان وقت الموديل واحد اخر 144. المهم هذه هي تقريبا كيف كيف دير 9590. هاي لك هذه البنكزوي نفسها اللي شفنا من قبل هذو هما لي زيكرو تاع 240 هرتز اللي هم يدورو في الجزائر اللي جبتهم لكم كامل. اكس ال 2546 240 هرتز دير 10300 نفسها اللي شفناها من قبل ما كان حتى فرق. هذه من ازوس روك ستريكس اكس جي 248 كو 240 هرتز 9590 دير مواصفات هذه 23.8 بوس و لاد ماشي بي اس لاد و ثاني او كاتب مواصفات واحد اخرين واش فيها كامل فري 5 اتش دي ام جي 5 هذو نادر فيس تاع لي كارت جرافيك و بي سي. هاي كيما قلت لكم مقبل فجاه من الله هاي لك ما كاينش التصويره واضحه راح تصوير نروحو لليكرو الاخرى اللي جبت لكم فيديو اليوم واللي هي هذه سنو هذه من البنك زوي هذا ما هذه ماركه هذه مشهوره بزاف لي زيكرو تخدم كلش. هذه لاد اكس ال 2740 وراها هذه نورمالمون ماشي دوكا علينا كشت 2000 حسب كي دوكا هذه 1920 في 1080 بي 1080 بيكسل فيها كامل 240 هرتز تمشي مع الشي 5 فيها دي في دي ال اتش دي ام اي ديسبلاي بورت اي اس بي وما بيعرف اي شيء تقريبا هي مرة أخرى كيف كيف برك هذا موديل واحد آخر واقع هنا موديل واحد آخر هذي دير 12,300,000 نعاود نوريكم تصاور ممكن نزيد باشكون تاني تصويرة واحدة أخرى نوريها لكم هاي ليك هاي تصويرة مدرتها لا في صورة مصغرة مدرتها في والو خليتها هنا شكون زوج واحد أخرين نسا ونزيد نوري خلاف لي واحد أخرين على اللي شفناهم هاي ليك هاي زوج تاع زوج هاي ليك نبداو بهذي هاي ليك ماشي كيف مع الاخر راك تشوفوا معاك شحال زعما نوريها لكم هاي ليك هذه ثاني من ازوس هاي ليك هو اللوغو تاع لي صورها خاطي ما نديروش عليه هاو ليك هاي ليك هذه التصويره جات شويه فيها هذا هو شكل
وهذا ممكن دي فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم فيديو، كما كتفونا يبات الفيل الواقع. وهذا ممكن دي فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم فيديو فتكم به. ما تنسوش تشتركوا في القناه اذا ماكم مشتركين، ديروا جيم فيديو، بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، كاش واحد يحب يشري شاشه ولا وروا لي بري. وهذا ممكن دي فيديو اليوم، ان شاء الله يكون فتكم، والسلام عليكم. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، وشوفوا فيديوهات اللي من قبل ندير لهم، دوك جوكم فيديوهات مقترحه، شوفوا فيديو فيهم، والسلام عليكم.